إذا لمناقشة قرار إعادة رواتب رفحاء في وقت يعاني فيه المواطن العراقي من أزمة رواتب وغلاء المعيشة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين أهلا بكم. يعني قرار إعادة رواتب رفحاء، كيف ترى مبرراته في هذا التوقيت الصعب الذي يعيشه العراق من أزمة اقتصادية خانقة؟ يعني أنا أعتقد قضية رواتب رفحاء هي فيها شقين، الشق الأول هو طائفي لأنه أغلب رفحاء هي من مكون واحد ومن طائفة واحدة، وهذا معلوم جدا لأنه لا يمكن لكل من كان خارج القطر في زمن النظام السابق يمنح راتب له ولعائلته، هذا أمر لم نجده في العالم أجمع، يعني في العراق سابقا وفي العالم جميعا، ما لا يوجد هكذا مفهوم ولا يوجد هيك التشريع قانوني إداري بأن يمنح العائلة بأطفالها بأولادها بنسائها برجالها لكل واحد منهم راتب وبدرجة، يعني خاصة يعني عندما يكون الراتب مليون، يعني معناه هذا راتب يعني موظف مثلا من الدرجة الثالثة. نعم. تقريبا. فهذا الأمر غير ممكن ولا 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 يستساغ. ونقطة ثانية أيضا هي تدخل ضمن الدعاية الانتخابية للكتل السياسية وخاصة الكتل الشيعية، تريد أن يعني تكسب هذا الأمر الادعاية الانتخابية تستفاد منه، وبالتالي هو نوع من الفساد المقنن إداريا في الوقت الذي يعاني منه الشعب العراقي من أزمة اقتصادية، وفي كل يوم يخرج وزير المالية ويصدر قرارات حول الضرائب على الرواتب وحول ارتفاع سعر الدولار وحول الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها البلد. مع كل هذا نجد هناك ازدواجية في التعامل مع قضية على ذكر على ذكر الازدواجية، وإذا تطرقنا إلى موضوع العدالة الاجتماعية، أستاذ حسين، ألا يصنع صرف رواتب رفحاء لمن هم خارج العراق يصنع ازدواجية ومن ثم يعد ضربا للعدالة الاجتماعية في العراق بين المواطنين؟ طبعا بالتأكيد، يعني هذه ازدواجية واضحة، ويعني لا يمكن أنه أحد يقبل بها واحد جالس في دولة أخرى وقد يجوز منح الجنسية وهو موظف في تلك الدولة أو يمارس التجارة ومن ثم يأتيه راتب مبلغ مليون دينار. هذا الأمر غير ممكن في الوقت اللي هنا في الداخل العراقي المجتمع العراقي يعاني ظفر العيش وسوء الخدمات وقلة الوظائف وقلة الرواتب. اليوم العقود راتب مبلغ ماله 250 ألف. نعم. وهو يعني كموظف خريج بكالوريوس ويدرس أو في وظيفة أخرى ويتقاضى راتب عقده 250 ألف دينار، والآخر يجلس في أوروبا ويتقاضى راتب مليون دينار له ولعائلته، لكل عائلة لكل فرد مليون دينار. هذا الأمر ما ممكن أن يكون إلا في العراق، وإلا لا يوجد دولة ولا يوجد نظام إداري واقتصادي يعتمد مثل هذه الآلية. أستاذ حسين، في المقابل كيف يمكن أن يفسر رغبة الحكومة في فرض استقطاعات من رواتب الموظفين وذلك من أجل التخفيف من عجز الموازنة في وقت يعاد رواتب رفحاء؟ هل هناك ازدواجية في التعامل؟ هل هناك تناقض في هذه القرارات؟ بالتأكيد هناك ازدواجية واضحة. الفساد في العراق على أعلى قمة. اليوم النفط يهرب والمواد الباطنة الأرض جميعها تهرب والحدود مفتوحة، والأحزاب والجماعات المسلحة مسيطرة على المنافذ الحدودية. لو تعالج هذه ويعالج الفساد الموجود بالدولة ما كان الدولة تحتاج إلى فرض ضرائب على الموظفين وهم في الوقت الذي راتبهم لا يكفيهم نصف الشهر. فهذه الازدواجية واضحة، وأنا كما ذكرت لك أنه نوع من أنواع الفساد ونوع من أنواع الاضطهاد إضافة للفساد لهذا الشعب، لأنه استمكنوا من هذا الشعب واستفردوا به وبالتالي يعني يسمونهم سوء العذاب. قرار عودة رواتب رفحاء جاء بأثر رجعي، لكن هنا هل يتحمل العراق وميزانيته المنهكة كل هذه النفقات أستاذ حسين؟ يعني اليوم السلطة التنفيذية رئيس الوزراء ووزير المالية عندما يتكلم عن أزمة مالية كيف أن يمرر رواتب بأثر رجعي وينادي في نفس الوقت في أزمة مالية؟ هذه هي الازدواجية. إن كانت هناك أزمة مالية كيف تصرف رواتب ملايين بل مليارات بأثر رجعي؟ هذه الازدواجية واضحة، وهناك يعني قوى سياسية هيمنت على القرار العراقي وسيطرت عليه، وبالتالي يعني هي يعني طريقة نهب وسلب وفساد بطريقة مقننة وبطريقة قانونية يراد تشريعها من خلال الموازنة. الموازنة فيها عجز، اليوم المدن المدمرة لا يوجد في الموازنة أي
مبلغ لإعادة بنائها. الشعب العراقي يعاني من أزمة معيشية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومع هذا مع كل هذا يعني يأمر بإعادة الراتب وبأثر رجعي. هذه حقيقة تمييز داخل المجتمع العراقي. تداعيات مثل هكذا قرارات هل تؤثر على الأمن المجتمعي للعراق؟ تعتقد ذلك؟ نعم، تؤثر على الأمن المجتمعي، على الـ على الـ على اللحمة الوطنية والاجتماعية تؤثر، لأنه المجتمع العراقي واحد. إذا كان العائلة لا يصلها إلى 250 ألف دينار وهي لا تسوي إلى 200 دولار، وعائلة أخرى تصلها 5 ملايين، طبعا نعم. هذا يؤثر حتى على اللحمة الوطنية والاجتماعية بين المكونات الشعب العراقي. وأنا كما ذكرت لك في البداية أنه الرفحاويين من مكون واحد، والأصل يعني لو كان الرفحاويين من المدن المنكوبة ما كان مجلس النواب حتى سمح بنقاش مثل هذه الأمور. احنا ندرك تابعنا مجلس النواب وقراراتي وسياساتي عبر 18 عام التي مضت، ونجد كيف يتعامل بإزدواجية ما بين منطقة وأخرى ومكون وآخر. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.